وصفتنا لليوم قهوة الروزاتا اللي هي بدل عصير الروزاتا وتقدروا تستمتعوا بها. تعالوا مع بعض نشوف المقادير. المقادير الموجودة عندي حليب، روزاتا، ونسكافيه، كاكاو، وأكيد ما نستغنوش على الكوفي ميت باش يغير طعمة الحليب. أول شيء حنبدأ بالكوفي ميت، نحطها كلها، بعدين نحط النسكافيه والكاكاو. حنصب الروزاتا، وآخر شيء حنصب الحليب. نحركهم كويس مع بعض لين تختفي جميع المواد. ونحطها على النار لمدة 6 دقائق بالضبط لين تغلي، وبعدين نصبها في الفنجان. بعد 6 دقائق طفيت عليها النار، توا حنصبها في الفنجان بتاعي. ونزينه بشوية من الكريمة الجاهزة، حط عليه شوية من اللوز.